المانجا، انا جايب المانجا النعومي اللي هبدا اشتغل بيها النهارده، او تقدري تشتغلي بالكيد برضو، حلوه جدا. طيب انا عندي العجان، هنبدا نحط هنا الخلاط. بسم الله. هشغل ونشوف زي الفل. شيل الباشا ديت. يبقى كده ايه، نحضر كل الكلام، والتلج طبعا موجود عندي في الفريزر عشان هنبدا نشتغل بيه. طيب الفواكه اللي انا هشتغل بيها النهارده، او عصير الفاكهه اللي هشتغل بيه النهارده، بصي وركزي فيه كويس جدا، عشان انا محتاج حاجه تقيله الاول للفواكه، فهعمل وان جايه واحده بس، وبعد كده بناء على احلى من الفروت سلطة. اتفرجي عليها وشوفيها. هنجيب عندي المانجا قدام حضرتك اهيت، لها كذا طريقه للتقطيع، يعني لو عايزه تقشريها كده بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، لو مساعداكي مفيش مشكله. تقشريها اهيت بسكينه تكون حاميه بس، عشان نعرف ان احنا ناخد القشره بس بتاعتها. زي ما حضراتكم شايفين اهو، خد المانجا يا عمنا، ونقوم حاطينها فين هنا، يعني راح فين. ماشي، ناخد عندنا شويه ميه. سكر صغيرين. عشان دي تبقى للفاكهه كلها، الثلاث معالق كبار اللي احنا حطيناهم دول. تعال نفتح الثلاجه ونجيب عندنا الثلج اللي احنا اللي انا عامله هنا مجروش. وبعد كده يا عمنا نقوم واخدين شويه ثلج كده حلوين نحطهم هنا. تمام كده زي الفل. وبعد كده ابدا اشغل على الكلام ده لوحده. تمام كده نعمنا المانجا كويس جدا، وفي نفس الوقت بقى عندي ايه، عصير تقيل اقدر اشربه دلوقتي عادي جدا بالهنا والشفا، او اقدر اعمل فيه الحركه اللي انا اعملها دلوقتي. هجيب بوله وهعمل فيها شويه ميكسات كده على كيفك. احط هنا، انا جايب هنا علبه كومبوت اناناس، هستخدمها في كذا حاجه. هاخد شريحتين اتنين هقطعهم، ونقوم واخدينهم ونقوم شايلينهم حاطينهم فين، في البوله اللي قدام حضراتكم ديت. دي اول حاجه. جميل، اخد عندي برقوق واقطع البرقوق قدام حضراتكم معاها. ناخد واحده كمان اهي، نلفها كده اهو، تطلع معايا بمنتهى السهوله. تمام جدا. وبعد كده اهو ببدا ان انا اجيب دي كده احطها عندنا في البوله هنا. بص بقى، اي ميكس عندك شغال، يعني اي فاكهه عندك شغاله. ايه تاني اللي موجود هنا؟ الموز طبعا طبعا، يعني شيل عندنا الموز اهوت، هقطعه مع بعض بالشكل ده، يعني واحدة كفاية. خوخ الموجود عندك، ها الفاكهة اللي موجودة عندك، بس حاولي تدي ميكس على قد ما تقدري، عشان اقولك هنضربها ازاي. ادي الخوخ قدام حضراتكم اهوت،
احترم اول فاكهه اللي تطلع بص البذر الواحده دي احترمها جدا. طيب ايه تاني اللي موجود هنا؟ شويه عنب صغيرين قوي. هاي العنب السنه دي ما شاء الله بجد والله احلى فاكهه انا بحبها العنب. عشان كده ما تاخديش اي سكريات، خديها من العنب نفسه. يعني اي سكر محتاجه الجسم خديه من الفاكهه. كده تمام اهو. حلو قوي. قلبنا الفاكهه شويه فاكهه كده صغيرين زي ما حضراتكم كده شايفين. بنبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم فاتح الخلاط الباشا ده ونروح فين؟ عندي هنا حاطين الميكس فواكه ده هنا. حته نعناع بسيطه قوي بتحط عليه. اهو. زهره او زهرتين اتنين من النعناع بس اهو كده. خطير خطير ده. ونقفل ونشغل مش كتير. فاهمة ازاي كده؟ بس شكرا خلص. بص بقى كل فاكهة تلاقيها زي ما ايه؟ زي ما هي. هي دي الفكرة بتاعته. لو احنا بصينا هنا في الخلاط مش هتلاقي حاجة بتتحرك من مكانها. كل حاجة فهتنزل الفاكهة قطع معايا. نروح بقى على السلم الجميل اللي عملناه عمو كريم ده، ناخد منه ايه؟ ممكن هاخد مثلا الكاسات الصغيره دي اهي. واحد ادي اتنين ادي تلاته وادي اربعه. اعتقد هجيب اربعه يعني مرتاحين يعني. تعالى يا باشا. بص يا جيمي هنا السيرب بتاع الكمبوت كده اهوت هنا او عسل. سيرب الكمبوت كده اهوت وسكر. سكر ملون على فكره بلون طعام عادي جدا يعني. حطها كده في السيرب زي ما حضراتكم كده شايفين ونعمل ميكس الوان كده حلو. كتير ما حصلش. ايه اللي مخلي الفاكهه تبقى ماسكه كده وقطع؟ ايوه المانجا اللي احنا عملناها الاول بالتلج والسكر هي دي اللي عامله الشغل العالي ده اهو. هزود انا هزودها لك دلوقتي ونروقها لك. بدانا كده الحلقه قلنا بسم الله الرحمن الرحيم كده عملنا شويه كوكتيلات. احنا ممكن ايه يعني نزود دول يا صاحبي عادي يعني اهو ماشي. ودول كده ايه يعني للحبايب نخليهم هنا. ده اول حاجه عملناها ازاي بنعمل فاكهه قطع، ازاي بنقدر نعمل حاجة اصدقيني اعمليها جربيها احلى كتير جدا من الفروت سلطة. فاكهة بقطعها مكعبات، المانجا بجيبها او فراولة على فكرة ينفع تشتغل بالفراولة. الفكرة انك تعملي عصير تقيل الاول يبقى موجود عندك ده البيزك بتاعك، وبعد كده ابدأي حطي الفاكهة واضربي نص ضربة وقومي سايباها. الفاكهة هتفضل لو قعدت 3 4 ساعات هتفضل موجودة كده. اعمليها لأي ضيوف عندك شوفي الموضوع هيبقى عامل ازاي. فيها موز فيها برقوق فيها عنب فيها خوخ الموجود اللي عندك حطيه. ساعات كده في فواكه بتتبقى عندنا كده شويه صغيرين من اي حاجه ممكن تعمليها في الاخر مع شويه المانجا اللي انت مخزناهم، او لو هتجيبي مانجايه وتعمليها زي ما احنا اشتغلنا. الفاكهه زي ما هي حط القطع بتاعتها هتستمتع بيها قوي، ولكن ما تضربهاش قوي كتير. خلي الفاكهه تبقى باينه. بص القطع بتاعتها تبقى باينه موجوده عندك في الكوبايه زي ما حضرتك كده شايفه اهي. اتعملت ازاي؟ عصير جبناه سهل جدا، وبعد كده عملنا المانجا تقيله او فراوله تقيله وحطينا الفاكهه عليها نص ضربه وعملناها على طول بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني ممكن نخلي الاساس مش مانجا، ممكن نخليه كيوي، ممكن نخليه كانتالوب، بس الفكره تخلي الحاجه تقيله. الكانتالوب هيبقى خفيف قوي وهيفصل هيعمل فصلون. الفراوله هي اللي تنفع هي والمانجا والجوافه. ثلاث حاجات دول. لان لو انت بتلاحظي حتى بتخش عند اي محل فاكهه كوكتيلات بنتكلم في العصاير يعني هتلاقي بيحط الثلاث طبقات ثلاثه الفراوله المانجا الجوافه. هم دول اللي يتحملوا ما بيفصلوش. فتلاقي حتى بيحط الطبقات وبين كل طبقه وطبقه بيحط الفاكهه بتاعتها فبتبقى حلوه.